السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في محاضرة جديدة من محاضرات الديجيتال إيميج بروسيسنج. إحنا كنا توقفنا في المحاضرة اللي فاتت، بدأنا في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع النويز، وعرفنا تعريف النويز وعرفنا أنواعه، وكنا ابتدينا اللي إحنا نبدأ نشوف إزاي الطرق اللي إحنا نقدر نشيل بيها إيه النويز الموجود عندي. كنت ابتدأت بالسولت أند بيبر نويز، وعرفنا إن اللي من الطرق اللي تقدر تشيل السولت اند بيبر نويز عندي اللي هو اللو باس فلتر اللي هو الافريج فلتر، وعندي الميديان ايه فلتر، ولكن الميديان فلتر اثبت كفاءه اكتر من الافريج ايه فلتر. ان شاء الله هنتكلم برضك، هنكمل على هذا المنوال، نبدا نشيل النويز الموجوده في كل ايه كل نوع. طيب احنا قلنا ان ممكن استخدم الافرج فلتر او الميديان فلتر عشان اشيل السولت اند بيبر نويز، الاثنين مع بعض، الاثنين ايه مع بعض. طب افترض انا عايز اشيل نوع واحد بس، البيبر نويز اللي هي البلاك دوت اللي هي البقع السوداء الموجوده عندي فقط، وعايز اسيب البيضه. قال لك في الحاله ديت من احسن التقنيات اللي انا اقدر استخدمها او احسن الفلاتر هو الماكسيمم فلتر. بيقول الماكسيمم فلتر از جود فور بيبر نويز، كويس جدا عشان اقدر اشيل ايه البيبر نويز ايه الموجود عندي. طب ده ازاي هطبقه؟ قال لك ببساطه نفس الفكره بتاعت المره اللي فاتت، ولكن بدل ما كنت بجيب الوسيط انا كل اللي اعمله ان انا اجيب اعلى قيمه الماكسيمم فاليو للانتنستي الموجوده واحطها مكان ايه في منتصف ايه المصفوف. يبقى هنا الجي اوف اكس وواي هنا ازاي اطبق عليها الماكسيمم فلتر، ده الصوره اهي بتاخد الصوره اهي اللي هي اف اوف اكس واي، بجيب الماكسيمم بتاعها عشان تطلع لي الصوره بتاعتي الجي اوف اكس واي اللي هي متطبق عليها ايه الفلتر. طب تعالى ناخد مثال عشان نكون كل حاجه بالامثله. لو انا عندي جزء من الصوره هنا اهو، قال لك لو سمحت عايزك تطبق لي على البكسل اللي هي 24 ديت ماكسيمم فلتر. ليه؟ عشان عايز اشيل البيبر نويز فقط. قال لك ببساطه ادي هو ده العنصر 24 اللي انا عايز اطبق عليه الماكسيمم فلتر، هو خليته في منتصف المصفوفه 3 في 3. قال لك ببساطه دور على اعلى قيمه في الجيران بتاعها اللي هو حواليها، يعني مين اعلى قيمه هنا؟ في عندي اعلى قيمه هي 32، يبقى الماكسيمم فاليو هو كام؟ 32. يبقى 32 ديت هي اللي هتحل محل الكام؟ ال 24. يبقى هنا هنلاحظ في بعد تطبيق الفلتر على البيكسل ديت تحولت القيمه بتاعها من 24 اصبحت كام؟ 32، لان انا بشيل هنا البيبر نويز اللي هو استخدام الماكسيمم ايه فلتر. طيب لو انا عايز اطبق ده نفس الماكسيمم فلتر عايز اطبقه على اللي هو البيكسل الانتنستي فاليو بتاعها 19، هعمل ايه؟ برضك هخليها في منتصف مصفوفه 3 في 3 زي ما حضراتكم شايفين اهوت، بقت في منتصف مصفوفه 3 في ايه؟ في 3. وبعد كده ادور على الماكسيمم فاليو اللي هنا ايضا اللي هي قيمتها كام؟ 32. يبقى ال 32 هتطلع فيه بعد تطبيق الفلتر هتحل مكان كام؟ ال 19. يبقى هنا قبل وديت بعد تطبيق ايه؟ الفلتر. طب لو انا عايز اطبقها على البكسل رقم 22، قال لك ببساطه تمام هشوف برضك الماكسيمم فاليو هنا اهوت، خليت ال 22 اولا في منتصف مصفوفه 3 في 3، يعني في 3 صفوف و3 اعمده، وبعد كده بشوف الماكسيمم هنا كام؟ الماكسيمم هنا اعتقد اللي هو كام؟ 29. يبقى هو ال 29 هتطلع تحل محل كام؟ ال 22. يبقى كده شفنا ببساطه احد الطرق اللي انا بشيل بيها البيبر نويز فقط. خلي بالكم لما كنت بتكلم على السولت اند بيبر نويز اتكلمت ان من فلاتر اللي لها كفاءه الميديوم فلتر في المقام الاول وبعد كده الافرج ايه فلتر، ولكن هنا انا عايز اشيل فقط البيبر نويز فبستخدم الماكسيمم ايه فلتر. طب لو انا عايز اشيل بقى السولت نويز اللي هو الملح اللي لونه ابيض فقط واسيب البيبر اللي هو لونه ايه اسمر، قال لك في الحاله ديت المينيمم فلتر هو احسن واحد للسولت نويز. يبقى البيبر نويز اللي لونه اسمر كنت بستخدم الماكسيمم، اما هنا اللي هو السولت نويز اللي هو الابيض بستخدم المينيمم ايه فلتر بنفس الكيفيه، ولكن بدل ما كنت بجيب اعلى قيمه موجوده بجيب اقل قيمه ايه موجوده. يبقى هنا اهوت لو انا عندي صوره بيكسل اهي زي ما حضراتكم شايفين بطبق عليها المينيمم بشوف اقل قيمه موجود فيها كام واستبدلها مكان القيمه اللي في المنتصف،
يطلع لي الصوره بعد تطبيق المينيمم ايه فلتر اللي هي جي اوف اكس وايه واي. تعالى طبعا ناخد مثال عشان نشوف الموضوع عامل ازاي. لو انا عندي اهوت ده جزء من الصوره، بقول لك لو سمحت طبق لي مينيمم فلتر على البكسل رقم كام؟ 24. يبقى اول حاجه بتيجي في بالي ان انا اخلي ال 24 ديت في منتصف مصفوفه ايه 3 في 3 بالشكل ده، اصبحت في منتصف ايه مصفوفه 3 في 3. طب في الحاله ديت بقى انا بشيل هنا السولت نويز، فطبعا بطبق مينيمم ايه فلتر، فهشوف اقل قيمه موجوده عندي هنا كام؟ اعتقد اللي هي القيمه رقم 17. يبقى المينيمم بتاعي هي كام؟ 17. فتطلع ال 17 تحل مكان ال 24. يبقى ده البكسل، قيمه البكسل قبل ما اطبق المينيمم فلتر، وده بعد ما طبقت ايه المينيمم فلتر ايه اللي موجود عندي. طب لو انا عايز اطبقها على 19 بنفس الكيفيه، هخلي ال 19 دي في منتصف مصفوفه 3 في ايه في 3، وبعدين بدور على اقل قيمه موجوده عندي. اقل قيمه موجوده عندي اللي هي ايضا كام؟ 17. فبجد ان ال 17 هتطلع تحل مكان ايه ال 19 إيه عشان تقدر تشيل الستورت نويز الموجود عندك. طب لو عايز اطبق بنفس الكيفيه على 22، ايضا هخلي ال 22 في منتصف مصفوفه 3 في ايه في 3 بالشكل ده، وادور على اقل قيمه هنا اللي هي قيمتها كام؟ 14. يبقى المينيموم فاليو بتاعتي هنا 14، ال 14 هتحل مكان كام؟ ال 22. يبقى كده انا انتهيت من السولت اند بيبر نويز، عرفت هي عباره عن ايه، شكل النويز فيها عباره عن ايه؟ عباره عن قلنا بيكون في دوت يعني بقع او نقط بيضاء ونقط ايه سمراء موجوده عندي، عشان كده بنسميه سولت اند بيبر، ملح وايه وفلفل. عرفنا اللي فيه فلاتر عندي بتستخدم عشان تشيل الاثنين، وفلاتر ممكن تستخدم عشان تشيل احد النوعين سواء السولت او ايه او البيبر. خلاص، يبقى السولت دايما بتشيله بالمينيمم ايه فلتر الموجود عندي، ولكن البيبر اللي هو اللون الاسمر بنشيله بالماكسيمم ايه نويز الموجود عندي. ديت خطا يعني، ديت المفروض تكون مينيمم ايه فلتر. هنروح بقى للنوع الثاني اللي هو الجاوسيان نويز، اللي احنا قلنا بيكون عنده نورمال ديستريبيوشن موجود عندي. طيب احنا تعرفنا على شكل النويز ده عامل ازاي، عايز اعرف ايه الطرق اللي ممكن اقدر اشيل او الفلاتر المستخدمه عشان اشيل الجاوسيان نويز لو اتكون في الصوره. قال لك ببساطه في حاجه اسمها الجاوسيان فلتر. يعني الجاوسيان في فلتر باسم نوع النويز وبيقدر يشيله. طب شكل الجاوسيان فلتر ده عامل ازاي؟ قال لك هي مصفوفه 3 في 3، لان دايما هشتغل على 3 في ايه 3. عباره عن ايه المصفوفه ديت؟ 1 2 1 والصف الاخير زيها 1 2 1، واللي في النص هو المضاعفات، يعني 1 1 2 2 2 4 1 1 ايه 2. يبقى ده شكل المصفوفه، كل ده طبعا مضروب في 1 على ايه على 16. قال لك لو انت طبقت المصفوفه ديت على صوره بتعاني من الجاوسيان نويز هتقدر تشيل ايه النويز. طيب قلنا الشكل ده اسمه الجاوسيان ايه فلتر. طبعا عشان نستوعب الموضوع تعال نشوف ايه مثال. قال لك if we have a part of image، عندك sub image ده جزء من الصوره اهو. قال لك لو سمحت عايزك تطبق لي على البكسل برضك 24 الجاوسيان فلتر. ليه؟ لان قلت ان هنا في الحاله دي الصوره الجزء ده من الصوره بيعاني من الجاوسيان نويز، فاحد الطرق بتاعته اللي اقدر اشيل بينها اللي هو الجاوسيان نويز هي ايه يا جماعه؟ الجاوسيان ايه؟ اطبق الجاوسيان ايه فلتر اللي موجود عندي. طب هطبقه ازاي؟ ببساطة هخلي ال 24 ديت في منتصف مصفوفة 3 في 3. اهوت خليتها في منتصف 3 في 3 واضربها في اعمل كونفوليوشن بينها وبين ايه؟ الفلتر. بمعنى الفلتر بتاعي لو تتذكروا كان 1 2 1 2 4 2 1 2 1. كل ده طبعا مضروب بره في 1 على 16. فقال لك اضرب أول عنصر هنا في أول عنصر، يعني 1 في 18 بكام؟ بواحد، وبعد كده ال 20 تتضرب في كام؟ في الاثنين، وال 17 تتضرب في الواحد، وبعد كده زائد كل ده مجموع على بعض، زائد ال 20 تتضرب في اول عنصر في هنا اللي هو الاثنين، وال 24 تتضرب في الكام؟ في الاربعه، وال 19 تتضرب في الاثنين، طب وبعد كده الكولوم الاخير هنا هيتضرب في الكولوم الاخير، الرو الاخير هنا هيتضرب في الرو الاخير، اللي هو الرو الاخير اللي كان 1 2 1، يبقى 23 في 1 و 32 في 2 و 29 في كام؟ في 1. كل ده المجموع بتاعه بيتقسم على 16. يبقى لو لاحظتوا كده
اللي هو اللون الابيض ده، ده العناصر الاليمنت بتاع الجاوسيان فلتر اللي هي 1 2 1. اما العناصر وده الصف الثاني بتاعه اللي هي 2 4 2، وده الصف الاخير بتاعه اللي هو 1 2 1، ومضروب في كل عنصر، وكل ده مقسوم على كام؟ على ال 16. طلع الناتج بتاعي كام؟ 23. يبقى اوريدي هستبدل ال 23 مكان ال 24 في الصوره في المصفوفه الجديده الموجوده عندي. طيب في نفس الكيفيه لو عايز تطبقه على البكسل رقم اللي هي البكسل الانتنستي فاليو بتاعها كام؟ 19. هعملها ازاي؟ ببساطه هخلي ال 19 في منتصف مصفوفه 3 في 3 وهطبق عليها نفس العنصر. العنصر الاولاني 20 هيتضرب في 1، 17 تتضرب في 2، ال 19 تتضرب في 1، نروح للروت تاني الصف التاني اللي هو كان عباره في الجاوسيان فلتر كان عناصره 2 4 2، يبقى العنصر ده يتضرب في ال 24 في 2 وال 19 في 4 وال 22 في 2، وبعد كده الرو الاخيره الصف الاخير في جاوسيان فلتر كان 1 2 1 او 1 2 1 ويتضرب في العناصر، وبجيب كل ده ما انساش اقسم على كام؟ على 16. تمام، يعني هي شبيهه بالافرج فلتر. تمام، ولكن الافرج فلتر ما كانتش بتتضرب في قيم، كلها كانت وحايد وبتقسم على 9، ولكن ديت في قيم موجوده كوفيشنت موجوده بتتضرب فيها ويطلع عندي الناتج بتاعي 22، فيحل محل المصفوفه الثانيه الموجوده عندي. طب بعد كده بنفس الكيفيه نقدر نطبقه على كام؟ على اللي هي العنصر اللي هو 22 اللي هو الشده بتاعته 22، هنخليه ايضا في منتصف مصفوفه 3 في 3 وطبق عليه الجاوسيان فلتر بنفس الكيفيه، هيطلع الناتج عندي كام؟ 21. تمام، وبعد كده الناتج اللي هيطلع ده هستبدله ال 21 هيستبدل هيخش مكان ال 2 و20. يبقى ده اول طريقه اقدر اشيل بيها الجاوسيان فلتر الجاوسيان نويز اللي انا اطبق اول حاجه يا جماعه الجاوسيان فلتر. الطريقه الثانيه اللي انا اقدر اشيل بيها الايمج الجاوسيان نويز اللي انا اعمل ايمج افريج. خلي بالكم هنا بقى، يعني بيقول لك بدل ما تصور صوره واحده صور عدد كبير جدا من الصور، يعني صور 10 20 30 40 وجيب المتوسط بتاع الصور، يعني اجمعهم واقسمهم على على عددهم. تمام، وكل ما عدد الصور اللي انت خدتها كان كتير كل ما كان قدره الطريقه ديت على ازاله النويز يحصل لها زياده. يبقى هنا if we have many copies، يعني لو انت عندك نسخ كتيره جدا من ايمج والايمج ديت كوربتد يعني مصابه او بتعاني من الجاوسيان نويز، we can take the average، ممكن ناخد الافرج المتوسط او المين بتاع الايمج to remove the noise عشان نشيل النويز اللي موجود عندي. طيب بيقول لك على سبيل المثال في التصوير تحت الميكروسكوبات احنا ممكن ناخد ميني ديفرنت ايمج اوف ذا سيم اوبجكت، ممكن نصور صور كتيره لنفس الاوبجكت، وبعد كده زي ما اتفقنا اللي احنا ممكن نجيب المتوسط بتاعهم. تمام، والمتوسط ده هيقدر يشيل النويز، واتفقنا كل ما كان عدد الصور اللي انا باخدها كتير اللي انا بجيب لها متوسط كبير، يعني مثلا واحد يقول لك انا هاخد 10 صور واجيب المتوسط، واحد ثاني يقول لك انا هاخد 100 صوره واجيب المتوسط، اللي خد 100 صوره ده وجاب المتوسط هيلاحظ ان الصوره بتاعته مور كين، يعني اكثر نقاء، يعني الصوره ما فيهاش نويز كتير بالمقارنه باللي خد 10 بالمقارنه باللي خد 10 صور بيجد الصوره لسه فيها بعض من النويز. طيب فقال لك هنا افترض اللي انت عندك، تعال نبص عليها رياضيا العمليه دي بتتم ازاي. قال لك افترض اللي انت عندك 100 كوبي من الصوره، يعني صورت نفس الاوبجكت 100 صوره. تمام، وقال لك ان كل الصوره ديت عليها متضاف عليها نويز. متضاف عليها يا جماعه؟ نويز. النويز ده هرمز له بالرمز ان. خلاص، يبقى ده الصوره اللي فيها المعلومات الرئيسيه وده النويز اللي متضاف عليه، واتفقنا ان عدد الصور اللي كانت هنا عباره عن 100 نسخه. قال لك ببساطه يبقى الام ده الماتريكس بتاع الاوريجينال فاليو، والان اي ده الماتريكس بتاع النورمال ديستريبيوشن راندوم فاليو، وده خلي بالكم النويز ده المين بتاعه بزيرو، المين دايما بتاعه بزيرو. فانا عايز اجيب بقى الام داش اللي هو الافرج المتوسط. تمام، هعمله ازاي؟ قال لك هنستخدم حاجه طريقه اسمها اد اند ديفايد ميثود، طريقه الجمع والقسم. ببساطه عامله ازاي؟ قال لك ادى الصوره بتاعتك ومضاف عليها النويز، عندك كام نسخه منها؟ عندك 100، يبقى عشان اجيب المتوسط هجمع ال 100 دول واقسمهم على كام؟ على 100، بالام داش ده المتوسط.
طب وبعدين؟ قال لك ببساطه اللي انا ممكن السميشن ديت دمجه بين الام والاي، يبقى ده ممكن اقسمهم من بعض، يبقى ده الام الواحده اهوت والسميشن على الاي. احنا اتفقنا الستاندرد ديفيجن بتاع النويز بتاعي بزيرو، فالقيمه دي كلها هتطلع بايه؟ بزيرو. فيطلع الام داش هو ايه؟ الام في الحاله ديت. يعني ببساطه ان ده كيفيه عمليه الجمع او الافرج بتشيل النويز ايه اللي موجوده عندي، ويبقى ده الام بتاعي. وزي ما اتفقنا ده خلاص ده الام اهو مجموع ال 100 صوره، وده اتفقنا القيمه بتاعته هتقول للزيرو، لان عندي هنا المين فاليو بتاعه النويز الراندوم نويز اللي موجوده عندي بيساوي ايه؟ زيرو. يبقى ان اي نورمال ديستريبيوشن والمين بتاعه بيساوي زيرو، فبالتالي هي كمان هتقول لي ايه؟ هتقول لي الزيرو، وهيطلع عندي الام داش بيساوي ايه؟ الام. يبقى الطريقه ديت من الطرق، ولكن الطريقه ديت من عيوبها اللي انا مش في بعض مش في كل التقنيات، يعني في الميكروسكوب ماشي، ولكن لو بدرس حاجه ان سيتيو، حاجه بتتحرك، حاجه دايناميك، تمام؟ فالحاجه ديت مثلا انا جاي اصور لها صوره واجي اصور لها الصوره الثانيه، الوضع بتاعها هيختلف ولا لا؟ موضوعها هيختلف، لانها حاجه دايناميك، حاجه بايه؟ بتتحرك. ولكن الطريقه دي كويسه للطرق الاستاتيك، وايضا هي ايضا يعني برضك في الاستاتيك ممكن يعني من عيوبها اللي هي عمليه بطيئه، تمام؟ بتحتاج وقت ايه؟ اطول. يبقى ده الطريقه الثانيه من الطرق بتاعي اللي انا اصور عدد اكبر من الصور، تمام؟ واجيب الافرج، الافرج ده ممكن يشيل الجاوسيان نويز اللي موجود فين؟ في الصوره. قال لك ده صوره، ده مجموع المتوسط الصوره الناتجه بعد ان انا جبت الافرج 10 صور، وده بعد 100 صوره. هتلاحظوا طبيعي جدا، هتلاحظوا الصور اللي هو 100 ايمج ديت اللي هو اللي جايه من 100 ايمج دي طبعا النويز فيها اقل، والنقاء والوضوح والريزوليوشن في الصوره بيبقى ايه؟ بيبقى اعلى. ايضا من الطرق اللي بتستخدم عشان اشيل الجاوسيان نويز الافرج فلتر، واحنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، تمام؟ وايضا اللي احنا وده المصفوفه بتاعها ايه زي ما حضراتكم ايه شايفين، وخدنا عليها امثله قبل ايه؟ قبل كده، مش عايزين نكرر عشان ما يبقاش في تكرار كتير. طيب تعالى بقى نجمع اللي احنا دلوقتي احنا اتكلمنا على على السولت اند بيبر نويز، تمام؟ وشفنا ازاي بيتشال سواء كان باستخدام السولت اند بيبر مع بعض في بنستخدم الميديم، وبنستخدم الافرج فلتر، وسواء كان لاحد النوعين بنستخدم المينيمم او الماكسيمم فلتر. وشفنا في اللي هو بالنسبه للجاوسيان نويز، وعرفنا ان احنا ممكن نستخدم الجاوسيان فلتر، وممكن نستخدم الامج افريج، وممكن نستخدم الافريج ايه فلتر. قال لك تعال نشوف مثال كده، يعني ازاي يعني ده مثال لازم تحله بايدك، تمام؟ عشان تقدر تتدرب. بيقول ادا كونسيدر ذا فولوينج، ده جزء من الصوره اهو، ده الانتنستي فاليو الموجوده عندي. قال لك لو سمحت عايزك تحسب لي الانتنستي عند البكسل واحد وواحد. دايما قلت دايما وبتعمل المحاضره الاولى اللي انا بنطق الصف الاول وبعد كده ايه العمود، فبقول لك الصف عايزك تروح البكسل واحد واحد دي مالها؟ الانتنست بتاعها هيحصل لها ايه بعد ما يتطبق عليها افريج فلتر؟ طيب ونفس الحكايه للبكسل 3 في 1، فين 3 في 1 ديت؟ هقول له 3 في 1 يعني عد ثلاث صفوف الاول، لاني بنطق الصف الاول، اقول له 1 2 3 يبقى اللي هي ايه 104، يبقى 1 و1 خلاص عرفناها هي، و3 و1 اللي انا بعد ثلاث صفوف واروح لايه يا جماعه؟ اللي هو ايه؟ ثلاث صفوف والكولوم الاولاني اللي هتبقى 104. طيب بالنسبه للاولانيه اللي هو 101 ديت، قلنا لازما عشان اجيب عند 1 و1 لازما تكون المصفوفه بتاعتي، تمام؟ العنصر بتاعي اللي انا هشتغل عليه يكون في منتصف مصفوفه ثلاثيه. طب هو على الاطراف فين؟ قال لك خد اللي حواليه وكمل المصفوفه الثلاثيه بايه؟ بزيرو، يعني هنا ما كانش في حاجه فوق عشان تكمل، حطيت هنا زيرو وهنا زيرو، وكان هنا حطيت كمان ثلاث عناصر ايه؟ زيرو. طب عشان اجيب الافريج فلتر، الافريج فلتر بيقول لي اجمع كل التسع عناصر دمت اللي هو عندك 1 2 3 4 5 5 صفار زائد ال 100 زائد 102 زائد 102 زائد 105 وتقسمهم على عددهم اللي هو 9، والبكسل اللي تطلع حطها في مكان ايه؟ ال 100. نفس الحكايه للعنصر اللي هو 3 في ايه؟ في 1. حد يقول لي طيب ما هو 3 في 1 برضك مش هعرف، ملوش حاجه هنا. قال لك تكمل له هنا ايه؟ اصفار وتجيب الافرج ايه؟ فلتر. طب 4 و3؟ قال لك 4 و3 يعني تعد اربع صفوف الاول، 1 2 3 4، وبعد كده ثلاث اعمده، 1 2 3 يعني ايه؟
العنصر اللي انا هشتغل عليه. طبيعي مش محتاج احط له صفار، ممكن اجيبه في منتصف مصفوفه 3 في ايه؟ 3 في 3. خلاص يبقى الموضوع ده واضح جدا اهو. طيب لو نفس الصوره ولكن قال لي غير في قيم البكسل الموجوده عندي، قال لي 5 و1 و3 و2 و3 و5 وقال لك طبق الميديم فلتر اللي هو الوسيط اللي انت ترتبهم من الاقل للايه؟ للاكبر، وتشوف العنصر الوسيط وتستبدله مكان العنصر الموجود في منتصف ايه؟ المصفوف. قال لك هنا 5 و1 يعني عد 5 صفوف، اول 1 2 3 4 5 و1 يعني كله من الاولين يعني عدد العنصر 107. واقوم راح اقول له اه ده انا في الحاله دي محتاج ان انا اكمل بالاصفار، اكمل واجيب ايه؟ الميديم ايه الموجود عندي. ونفس الحكايه ال 3 و2 اعد 1 2 3 1 2 عدد العنصر 48 و3 وايه؟ و5. يبقى ده 107 و48 و3 و5 اقول له 1 2 3 وبعد كده خمس اعمده 1 2 3 4 5 اللي هي 100 وايه؟ 110، واطبق عليهم بنفس ايه؟ الكيفيه. هنا نفس المثال ولكن هنا طالب ان انت تطبق الجاوسيان فلتر، ايضا هتروح لازم تحل الحاجات دي بايدك، هتروح للمكان بتاع الجاوسيان فلتر المواضع اللي هو قايل لك عليها تروح عليها بدقه وتطبق عليها الجاوسيان فلتر اللي هو الفلتر اللي كان 1 2 1 2 4 2 1 2 1 وكل ده مقسوم على ايه؟ على 16 بعد الكونفوليوشن. ده 3 و3 وده العنصر 4 و4 وده العنصر 5 وايه؟ و5 وتطبق ايه عليهم. طيب هنروح ليه بقى النوع الثالث لانواع النويز اللي هو السبيك نويز. قال لك السبيك نويز ممكن اشيله عن الافرج فلتر او الميديم ايه؟ فلتر. تمام؟ دي من اشهر الطرق اللي بقدر اقدر اشيل بيها السبيك الايه؟ نويز. وطبعا اتكلمنا عن الافرج فلتر بالتفصيل والميديم فلتر ايه؟ بالتفصيل. هنروح بقى للنوع الاخير عندي اللي هو البريودك نويز، ودي ليه طريقه علاج مختلفه تماما عن ايه؟ عن بقيه النويز اللي فاتت. قال لك البريودك نويز ده ما اقدرش اتعامل بيها في الاحداثيات المكانيه، يعني احداثيات الاكس والواي ديت ما اقدرش اتعامل فيها، ما اقدرش اشيل النويز بتاع النويز المنتظم ده ما اقدرش اشيله بالاحداثيات ديت. قال لك طب انا اعمل ايه؟ قال لك لازما في الحاله ديت بنقل الاحداثيات المكانيه بتاعتي ديت اللي هي اكس وواي لاحداثيات اخرى. تمام؟ زي الاحداثيات التردديه او الاحداثيات الزمنيه. قال لك ولازما الحاجه اللي تنقلك من الاحداثيات المكانيه ده هي للاحداثيات التردديه او الزمنيه تقدر ترجعك تاني من الاحداثيات التردديه او الزمنيه للاحداثيات المكانيه ايه؟ تاني. يعني الحاجه موجوده وعكسها. فاقدر اروح تمام؟ ليها وارجع منها لمكان الطبيعي. طيب ده بنطبق عليه حاجه اسمها الفريكوانسي فلتر. خلي بالكوا هنا بقى فلتر في الفريكوانسي يعني بيطبق في المجال الترددي، وده بيكون ليه طريقه مختلفه تمام. تعالى هنتعرف عليها تمام، وهي ديت من انواع الفلاتر المهمه جدا. فبيقول هنا البريودك نويز اولا بتنتج نتيجه الالكترونيك ديستربنس الاضطرابات الالكترونيه للريبيتنج ايه نيتشر للتكرارات الطبيعيه للتكرارات ايه الطبيعيه، وخصوصا الموجات اللي جايه من الفضاء اللي جايه بشكل منتظم او اللي بيحصل فيها اضطراب او الاجهزه الالكترونيه بتسبب لي البريودك ايه نويز. بيقول هنا جمله مهمه جدا تو كلين ابريودك نويز فريكوانسي فلتر، يعني الفلترز هتطبق في ايه؟ في الاحداثيات المكانيه اللي هي اكس واي والاحداثيات ايه؟ التردديه. طيب وده بيلزمني ان انا لازم اخد الصوره بتاعتي الاول احولها من احداثيات مكانيه اكس واي لاحداثيات تردديه مثلا يو وفي. طيب وزي ما اتفقنا الشرط لازم الحاجه اللي احول بيها انفع ارجع بيها تاني المكان ايه؟ الطبيعي. فقال لك عشان اقدر اعمل الموضوع ده استخدم حاجه اسمها ديسكريت فورير ترانسفورم تو دايمنشن، يعني اطبق على الصوره بتاعي تحويل فورير. فورير بيقدر يحول، وظيفته بيقدر يحول من احداثيات المكانيه اكس واي لاحداثيات ايه؟ تردديه. اهو ده الصوره هي خلاص، ده الصوره بتاعي هي اللي هي احداثيات ايه؟ اكس واي. بعد ما طبقت عليها فورير خرج عندي اللي هي في احداثيات تردديه يو وايه وفي. خلاص. طيب وهنا هتلاحظوا هنا ده التحويله بتاع فلتر اللي هو السمشن عندي الام والان هو الدايمنشنز ايه بتاعت ايه الصوره اللي موجوده عندي. وزي ما اتفقنا ان لازما يكون عندي قدره التحويله اللي عملت اللي يكون لها
اوبشن اللي هو يرجعني للاحداثيات المكانيه تاني، يعني اطبق الانفرس. شوفوا هنا اي هنا يعني انفرس، انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم. هتلاحظوا هنا ان الاف اوف اكس واي بقت هنا، يعني دي اتحولت الاحداثيات التردديه اتحولت من اليو في، الاحداثيات التردديه اتحولت لاحداثيات ايه؟ مكانيه اكس وايه؟ وواي. طيب بعد ما تحولها الصوره بيبقى شكلها ازاي؟ لو ما اطبق عليها طب ازاي هتقدر تشيل النويز؟ قال لك تعالى نشوف شكل الصوره الاول بعد ما اطبق عليها فورير بيبقى عامل ازاي. انا لما بطبق على الصوره اللي موجوده عندي فورير ترانسفورم، زي ما اتفقنا فورير هينقلها من الاحداثيات المكانيه للاحداثيات التردديه، زي ما موجود قدامي في المثال اللي موجود عندي هنا اهو. تمام، ادي عندي صوره زي ما حضراتكم شايفين بتعاني من البريودك نويز. طيب قلت مش هعرف اتعامل بيها في الاحداثيات او في الدومين ده، في المجال ده لازم احولها لمجال ايه؟ ترددي. قلت هطبق عليها 2 دايمنشن فورير ديسكريت فورير ايه؟ ترانسفورم. طيب هيطلع ايه الناتج من عمليه التطبيق بتاع الفورير اللي هنا؟ قال لك ده الناتج بتاعه اهو. تمام، صوره مبهمه. قال لك ولا مبهمه ولا حاجه، قال لك كل المعلومات المفيده اللي هي من غير نويز، تمام، اللي هي المعلومات الاصليه بتاعت الصوره، هي النقطه المضيئه اللي في المنتصف هنا، هي النقطه الموجوده اللي فين؟ اللي في السنتر. وكل النويز هي النقطتين الموجودين على الاطراف اللي بنسميها سبيكس. بنسميها ايه يا جماعه؟ سبيكس. يبقى النويز هنا كلها متمركزه في النقطتين اللي بدايرتين حمر ديت اللي احنا بنسميهم ايه؟ السبيكس. والمعلومات الاصليه اللي من غير النويز موجوده فين؟ في السنتر. يبقى هنا الصوره اللي عندها بريودك نويز بيكون عندها اكسترا تو سبيكس، يعني بيكون عندها سبيكس زي ما اتفقنا اللي قبل النقطتين ايه؟ الحمر، وبيكون اواي فروم ذا سنتر، بعيد عن ايه؟ على السنتر. خلاص؟ يبقى هنا ببساطه هنا كل اللي اعمله لو انا قدرت اخفي او اعمل عدم اظهار، تمام، او اشيلهم افلتر النقطتين الموجودين التو سبيكس اللي موجوده عندي هنا، هيفضل لي فقط المعلومات الاصليه، تمام، الزياده ايه؟ المعلومات الاصليه بتاع الصوره اللي ما فيهاش اي نوع من انواع النويز الموجود عندي. فقال لك عشان اعمل كده في فلاتر بتستخدم، بس فلاتر بنسميها فرينكوانسي ايه؟ فلترز. قال لك اول واحد اللي هو الريجكت باند فلتر، ريجكت باند ايه؟ فلتر، ده اول طريق. ببساطه قال لك ان انا هطبق فلتر على شكل رينج، هطبق الفلتر بتاعي على شكل حلقه، بحيث ان الحلقه ديت تقوم راح نص قطرها تكون لها نص قطر، بحيث اللي هي تغطي السبيكس هنا، اكني برسم دايره عليهم هنا فيغطيها. فلو انا اخترت حلقه بنص قطر مناسب وسمكه مناسب هيقدر يغطي ايه؟ السبيكس اللي موجوده عندي هنا، ويفضل المعلومات فقط ايه؟ اللي في المنتصف اللي هي فيها المعلومات الاساسيه للصوره اللي ما فيهاش اي نوع من انواع النويز. طب بعد ما طبقت كده اعمل ايه؟ قال لك خلاص انا مش هفضل في الفرنكونسي دومين طول عمري، لا لو سمحت رجعني تاني للسبيشال دومين، هقوم راح عامل انفيرس 2 دايمنشن انفيرس ديسك فورير ترانسفورم، هيرجع لي صوره، يطلع لي صوره زي دي تاني بس من غير نويز. ممكن يكون الصوره اللي انا فيها بعض النويز، ده يتوقف على ايه؟ على الدقه بتاعه ايه؟ الرينج اللي انت بتطبقه نص القطر. طب عشان نشوف التفاصيل بتاع الطريقه ديت تعالى نشوف هي بتتم ازاي. اول طريقه قلنا الباند ريجكت فلتر، قال لك هتطبق اهوت رينج موجوده، الرينج ديت الريدياس العناصر بتاعها كلها زيرو اهوت رينج اوف زيرو، خلاص، وكمان بيكون الريدياس بتاعها متظبط اللي هو يقع على السبيكس على البقع او النقط اللي فيها النويز. يعني واحد يقول لي طب اعملها ريديوسها صغير ولا كبير؟ اهم حاجه الريديوس بتاعها يغطي السبيكس اللي موجوده عندي. قال لك لو اقل لما غطاهاش قوي او ما كانش الريديوس بتاعه مظبوط هيشيل جزء من النويز ويسيب جزء ثاني منين؟ من النويز. يبقى اهوت لازم يكون عندها الثيكنس بتاعها لارج انف تو كفر عشان يغطي ايه؟ السبيكس. طب تعالى نشوفها تطبيقها عامل ازاي. ادي الصوره اهي، العمليه كلها على بعضها اهي، الصوره طبقت عليها 2 دايمنشن ايه؟ فورير ترانسفورم. هقوم راح بقى هطبق عليها الباند ريجكت فلتر ازاي؟ قال لك اهي الدايره اهي كلها مظلمه اهي، ولكن هنا يعني تلاحظوا في حاجات شايفها مضيئه، خلي بالكوا هنا انا ما جيتش ناحيه المعلومات اللي في المنتصف خالص، اهي الميديا السنتر بتاعي واضح، ده الرينج اهو ده اللي اتطبق. قال لك لو الرينج ده السكنس بتاعه او الريدس بتاعه مظبوط وغطى النقطه اللي هنا والنقطه اللي هنا كلها كامله، لما اجي اطبق الانفرس بتاع الفورير او الفورير اللي موجود عندي يدينا الصوره ديت من غير نويز تماما، ولكن زي ما انتم شايفين هنا ما غطاهاش قوي،
فيديني الجزء بتاعي الصوره بتاعتي بعد ده طبقت عليها 2 دايمنشن انفيرس ديسكريت فورير ترانسفورم تمام، يعني رجعتها من الاحداثيات الترابيزيه لاحداثيات ايه المكانيه، فتلاحظوا اللي هو ايه جزء من النويز اتشال وجزء فضل بالمقارنه بالصوره ايه اللي فوق. يبقى في الحاله ده يا جماعه ليه هنا فضل الجزء ده؟ لان هنا ما كانتش مظبوطه قوي، فلازم نتحكم في الراديوس بتاعها. طيب الطريقه الثانيه حاجه اسمها النوتش فلتر. طبعا قبل ما نروح للنوتش فلتر ده صوره ثانيه اهيت، دي صوره جايه من ناسا لبعض الصخور او بعض الاماكن على كوكب المريخ، قال لك انا لما طبقت عليها الفورير ظهر لي كده المعلومات كلها هنا وفي بقع موجوده حواليها اهي، قال لك لو قدرت تحط البقع ديت هتحصل على صوره ايه نقيه اهو. بص يا جماعه شوفوا ده بقى لو طبقت بقى الرنج بتاع البند الفلتر طبقته صح بالريديوس صح، شوف الصوره النقيه ازاي، شوفوا قبل وبعد. طبعا بيبقى في معلومات كتير جدا اقدر اشيلها اشوفها من هنا بالمقارنه بالصوره ايه اللي فوق، لان في معلومات هنا هتكون مفقوده ايه كتير. النوتش فلتر بقى قال لك ببساطه ان انت تعمل علامه زائد تمام على اللي هو على السبيكس اللي فيها النويز، قال لك تيجي كده عند ديت وتعمل علامه زائد، ولكن الستكنس بردك مهم هنا، قال لك تعمل الستكنس بتاعك يكون مغطي البقع كفر اللي هو السبيكس كلها وهنا يغطي السبيكس هنا، يبقى عملت خط هنا وخط هنا اهو، خط طولي وخط عرضي، خط طولي وخط عرضي، دي بنسميها النوتش ايه؟ فلتر. يبقى سيمبلي ميك ذا رو اند كولوم اوف سبيكس، يعني نعمل صفوف واعمده منين؟ من سبيكس قيمتها ايه؟ زيرو. ولكن الطريقه ديت بردك لو كانش الستكنس بتاع الرو او الكولوم الموجود عندي مظبوط وغطى السبيكس كله مش هيشيل النويز بكفاءه ايه؟ بكفاءه عاليه. هنا الصوره بتاعتي اهي طبقت عليها 2 دايمنشن فلتر ديسكريت فورير ترانسفورم او فورير، ساعات ناس بتقول فورير وناس بتقول فورير، هو عالم فرنسي يعني بتقطع الاثنين كده. ده الفورير بتاعها ده السبيكترم بتاعها الفريكوانسي دومين، ده بعد ما طبقت النوتش فلتر وبعد كده بعمل ال 2 دايمنشن انفيرس بتاعها بيطلع لي ايه النويز الموجود عندي هنا. يبقى كده يا جماعه انتهينا من الموضوع بتاع النويز، اتكلمنا عن النويز على اهم اربع انواع في النويز، السولت اند بيبر نويز، اتكلمنا على الجاوسيان نويز، اتكلمنا على السبيك نويز، اتكلمنا على البريودك نويز، وشفنا اول ثلاث انواع ازاي بتشالوا بالسبيتيال فلترز اللي هي الفلاتر المكانيه اللي بتعتمد على الاكس والواي، ولكن النوع الاخير اللي هو البريودك نويز ده ما بتشالش الا عن في باستخدام الفرينكونسي فلتر، وده طبعا بيتم عن طريق اما اللي هو الريجكت باند فلتر او النوتش ايه فلتر. اتمنى الامور كلها واضحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.